السلام عليكم ورحمة الله أهلاً بكم مشاهدينا إلى كلام مباشر. في الرابع من سبتمبر كانت المغرب على موعد مع الانتخابات الجهوية والمحلية التي تعد الانتخابات الأولى في ظل تعديل دستور عام 2011. تكمن أهمية الانتخابات الحالية في الصلاحيات الممنوحة للمحليات والجهويات في الدستور الجديد إذ أصبحت تتمتع بإدارة شؤونها والتنمية المحلية. ثلاثون حزبا تنافسوا في هذه الانتخابات أبرزهم الخمسة الكبار حزب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال وأخيرا الأصالة والمعاصرة الذي حل في المرتبة الأولى في نتيجة المحليات بنسبة 21% تبعه حزب الاستقلال بنسبة 16% بينما تأخر إلى المرتبة الثالثة حزب العدالة والتنمية الحاكم بفرق نصف في المئه عن حزب الاستقلال اما في الانتخابات الجهويه فقد تصدر حزب العداله والتنميه الانتخابات بنسبه اكثر من 25% بينما حل في المرتبه الثانيه حزب الاصاله والمعاصره ثم حزب الاستقلال على الانتخابات المغربيه عن النتائج والدلالات تدور حلقتنا اليوم من برنامج كلام مباشر، ارحب بضيوفي في الاستوديو حميد فزاقه الناشط والباحث الحقوقي وعاطف زهير الباحث والمحلل السياسي ومن الرباط الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العداله والتنميه المغربي ومن الدار البيضاء الدكتور عمر احرشان مدير المركز المغربي لتحليل السياسات. اهلا بكم مجددا مشاهدينا ابدا مباشره مع الدكتور عمر. كما تحدثنا في المقدمه دكتور عمر هذه الانتخابات هي اول انتخابات بعد التعديل الدستوري عام 2011. ما هي اهم بنود التعديل فيما يتعلق بالمحليات والجهويات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. بالنظر الى التعديل الدستوري لسنه 2011 تكون هذه اول انتخابات بلديه يعني الجماعات المحليه والجهويه تجري في ظل هذا الدستور الجديد. الملاحظه الاساسيه هو ان هذا الدستور فعلا هو يمنح صلاحيات افضل مما كانت عليه في دستور 1996 ولكن هذه الصلاحيات لا ترقى الى مستوى ان تفرز لنا جهويه حقيقيه ولا مركزيه حقيقيه تسير فيها المجالس بإرادة الشعب لان هذه الصلاحيات هي كلها مضبوطه بمراقبات وزاره الداخليه بمعنى ان العمليه الانتخابيه في اخر المطاف يصبح فيها المنتخب خاضعا للمعين هذه هي المساله الاولى الامر الثاني هو ان هذه الصلاحيات هي صلاحيات تخضع لمراقبه اداريه غالبا ومراقبه قبليه ومراقبه مشروعيه وليست فقط للمراقبه القضائيه والمراقبه البعديه ومراقبه الملائمه كما هو عليه الحال في الدول الديمقراطية الحقيقية. لكن مقارنة مع لنقل ال... وما يؤكد الموقع نعم. الجغرافي لنقل مقارنة مع الدول العربية التي تعيش الآن حالة فوضى معظمها كيف تقيم هذه الانتخابات؟ الجميع يراها بأن انتخابات مهمة فعلا. مقارنة المغرب مع الدول العربية فيها نوع من التعمية والتغطية على حقيقة الوضع لأن كيف نقارن المغرب مع دولة مثل سوريا ومع دولة مثل العراق التي يبعد عنها بآلاف الكيلومترات ولا نقارنه بأوروبا التي يبعد عنها بعشرة كيلومترات ولماذا لا نقارن هذا المنجز الذي تضمنته الوثيقة الدستورية مع نضالات الشعب المغربي ومع مطالب الشعب المغربي التي صدح بها في الشارع في 2011 إذن مرجع المقارنة من يريد أن يقارن المغرب مع غيره من الدول العربية هو عمليا يحاول أن ينجح في المقارنة أما المقارنة المنطقية هي أن نقارن ما تحقق مع ما طلب به الشعب المغربي الشعب المغربي حين خرج في 2011 طالب بإسقاط الفساد والاستبداد وبفصل السلطة عن الثروة وبربط السلطة بالمحاسبة إلى غير ذلك من المطالب الاستجابة كما تضمنها دستور 2011 كانت دون المستوى والاستجابة كما يعني بيّنتها نتائج هذه الانتخابات في 2011 تؤكد شيئا واحدا وهو أن هذا العرض الدستوري وهذا العرض السياسي لم يستطع أن يكون دا جاذبية للمواطن المغربي بدليل أن نسبة المشاركة الحقيقية بيّنت بأن أكثر من ثلثي الشعب المغربي قاطع الانتخابات لا. وبيّنت بأن بالمقارنة بين عدد المصوّتين في 2009 وفي 2015 لم تزد نسبة المصوّتين إلا ب 800 ألف فقط في حين أن حسب الرقم الرسمي لوزارة الداخلية يقول بأنه بلغ عدد المسجلين الجدد ثلاثة ملايين بمعنى مليونين ومئتين ألف مواطن مغربي تسجل في اللوائح هو كذلك انضم إلى المقاطعين عمليا وقد انتهت الانتخابات ونريد أن نقوم أو نقيم هذه التجربة نقيمها بالنظر الى الرهانات التي كانت مطلوبه منها. بالنظر الى هذه الرهانات يمكن ان نقول بان الدوله فشلت في رهان كسب انتخابات ذات جماهيريه وذات شعبيه، لان عدد المشاركين لم يتجاوز 29%. عندنا 26 مليون مغربي. كان لها حق المشاركه لم تشارك منها الا 7.8 مليون نعم نعم, نعم. هذا يعني بان كل مؤسسات يعني بان كل المؤسسات فاقده للشرعيه الشعبيه الديمقراطيه نعم. الحقيقيه اسمح لي اتوجه للدكتور سعد الدين دكتور سعد الدين فيما يتعلق بالنتائج الان هل تعكس نتيجه الانتخابات مستوى اداء حزب العداله والتنميه في الحكم على السنوات الماضيه؟ <applause> بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على اتاحه هذه الفرصه. أنا أعتبر أن الانتخابات التي تمت في المغرب هي دليل آخر على أن المغرب يسلك الطريق الصحيح في إطار الإصلاحات، الإصلاحات لا تأتي دفعة واحدة. لم يقل بهذا احد ولم يقع في اي دوله من دول العالم، حتى الدول الاوروبيه قرنين من الزمان لتصل الى ما وصلت اليه، وتركيا قرن من الزمان تقريبا الان وغيرها، فالمغرب يسير في الاتجاه الصحيح هذا هو المهم، يطور مؤسساته هذا هو المهم، يشارك المواطنين في سلم، ومن لا يريد ان يشارك فهو لا يشارك، انا اظن بان كثير من المواطنين لم يشاركوا لانهم مطمئنون. إلا أنه ليس هناك رهانات خطيرة تهدد أمنهم وتهدد استقرارهم وإن الآخرين يمكن أن ينوب عنهم. لا. ونسبة المشاركة جيدة معتبرة بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية أو البلديات في دول عديدة في العالم. الآن الرهان لأن الانتخابات البلدية الرهانة فيها ليست سياسية. الرهانة فيها خدماتية. لا يمكن ان نترك البلديات فلا نجمع النفايات لا بد ان نشارك لنجمع النفايات اي مواطن حتى المقاطع ابنه يذهب الى المدرسه هل نزيل الحكومه حتى تزول المدارس في انتظار اصلاحات كبيره لا يمكن اذا الرهانات الانتخابات الجماعيه هي خدمه المواطن هي تعبيد الطرق هي تخطيط المدن هي التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المحليه هي رفع جوده الحياه للمواطن في المدن واظن بان هذا يتحقق تدريجيا والانتخابات هذه ستمكن حزب العداله والتنميه من ان يساهم اكثر من ذي قبل في تدبير شؤون المواطنين والمواطنات. نعم وهذا يعني ما كانت اذا عدنا، اذا عدنا اذا عدنا للنتائج تقييمك تقييمك لنتائج في نعم. اطار نعم تفضل. لا بالنسبه لنتائج حزب العداله والتنميه اولا من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها الحزب حصل على مليون ونصف صوت مليون ونصف بزياده نصف مليون على ما كان قد حصل عليه سنه 2011 في انتخابات شرعيه 2011 وبزياده تقريبا الضعف بالضعف بالمقارنه مع اخر انتخابات بلديه سنه 2009 وهو الاول من جميع الاحزاب بعيدا عن الحزب الاول صحيح هناك أحزاب مرتبة من حيث عدد المقاعد قبل حزب على التنمية ولكن هي مرتبة من حيث عدد الأصوات التي تحصل عليها أقل من حزب على التنمية ونحن لا يزعجنا هذا بالمناسبة نحن أن نسهم في الإصلاح ليس أن, أن, نحتكر ساحة السياسية أو ساحة تدبير البلديات لا حتى البلديات التي فاز فيها الحزب بأغلبية مطلقة فهو سيعمل على أن يدخر شركاءه الآخرين في تدبيرها كي يكون هناك تدبير مشترك في تعاون مع القوى السياسيه الاخرى التي بطبيعه الحال تريد ان تتعاون معها، فنحن نعتبر ان بالنسبه للمغرب هذه خطوه مهمه الى الامام، بالنسبه لحزب العداله والتنميه هذه خطوه مهمه وانتصار ايضا لانه حزب العداله والتنميه في الحكومه وكون المواطنين صوتوا بكثافه لحزب العداله والتنميه دليل على انهم ينظرون بنوع من الرضا الى العمل الذي قام به في الحكومه وهذا شيء مهم وجيد. نعم. استاذ عاطف تحدثنا عن نسبه المشاركه. كيف تقيمون هذه؟ هناك من يقول هناك عزوف النسبه هي ليست مرتفعه جدا ولكن ايضا ليست متدنيه جدا. كيف نقيم هل نجحت الحمله المقا... لمقاطعه الانتخابات هل نجحت في مهمتها؟ لا اظن هذا مجموعه من الاعتبارات، اولها هو ان نسبه المشاركه في هذه الانتخابات كانت 53 في من عدد الناخبين في هذه الانتخابات وبالتالي اذا رجعنا لهذه النسبه وقارنها من مجموعه من الدول المتقدمه كامريكا واوروبا نجد ان هذه النسبه تصل الى النسبه التي يصل لها هؤلاء الدول مثل امريكا وفرنسا وبريطانيا في اعتقادي انه السياق العام اذا اردنا لانه هذه نسبه المشاركه لابد ان ناتي في اطار السياق العام الذي يعرفه العالم العربي الان العالم العربي, العربي تعرف انه يعرف يعني حرائق مستمره منذ انفجار ما يسمى بالربيع العربي الان المنطقه العربيه منطقه استثناء نعيش ما يسمى بالاستثناء العربي الان نتكلم عن الخريف العربي المغرب في اعتقادي بهذه الانتخابات وبهذه النسبة المرتفعة من المشاركة في اعتقادي الشخصي المغرب يصنع نموذجه المتميز في المنطقة العربية إذا كنا نتكلم على تركيا كأنها كنموذج متميز في, 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 في العالم الاسلامي الان نتكلم على المغرب انه نموذج متميز في العالم العربي الان انا انا هنا في تركيا خمس سنوات هنا في, 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 في في تركيا ادرس هنا دائما التقي مع الشباب هؤلاء الشباب العرب دائما يتنون عن النموذج المغربي النموذج ليس فقط في الاستقرار الحمد لله الذين نعمه في المغرب ولكن طريقه تدبير الفقراء فرقاء السياسيين وعلى راسهم حزب العدل والتنمية المغربي حزب عدد التنمية المغربي تعرفون أنه ذو مرجعية إسلامية لكن التطبيق العملي للسياسة في الواقع هو حزب الليبرالي في تطبيقه جاء رغم أن الحزب الإسلامي رغم ذلك يعني استمر في في الصدارة وهذه الانتخابات الأخيرة التي اكتسح في اعتقادي يعني إذا نظرنا للنتائج الانتخابات الأخيرة مجموعة من المدن الرئيسية استطاع حزب عدد التنمية المغربي أن يكتسح فيها إذا رجعنا للمدينة الدار البيضاء كمدينة عاصمة المغرب الاقتصادية بأكثر من خمس ملايين نسمة إذا رجعنا إلى مدينة مراكش التي اكتسح أيضا حزب عليه التنمية العاصمة السياحية المغرب إذا رجعنا إلى مدينة طنجة التي اكتسح المغرب اكتسحها حزب عدو التنمية بأكثر من من النصف وهي مدينة الصناعية الثانية بعد الضربة إذا رجعنا إلى العاصمة الإدارية وما أدراك ما العاصمة الإدارية الرباط اكتسحها أيضا بمعنى أنه حزب عدو التنمية رغم السياق العام الذي تكلمنا عليه السياق العربي المضطرب رغم ذلك استطاع ان يخلق نموذجه المتميز وان يفوز رغم ذلك لانه ورغم انه رغم ذلك لانه يسير هذا يسير الحكومه اذا كل هذه الاعتبارات كل هذه الاعتبارات لابد ان نأخذ بعين الاعتبار إذن اذا اذا تكلمنا على 53 كنسبه المشاركه في اعتقادي اذا اخذنا بعين الاعتبار هذا السياق العام انها نسبه جد متميزه ونسبه يعني تقترب من الدول المتقدمه في اعتقادي وهذا في حق هذا هو نجاح ليس فقط الحزب العدل والتنميه او الاحزاب التي شاركت في الانتخابات الاخيره، وانما هو نجاح للمغرب. المغرب الان اصبح يعني في اعتقادي نموذج متميز بالنسبه للعالم، يعني الان العالم يتكلم عن المغرب في اطار هذا السياق كما تكلمت عليه. يعني اذا عارف. تحدثنا عن الوضع الخاص في اليمن، الوضع السياسي، نعم. هذه النسبه هؤلاء الذين لم يصوتوا او الذين عزفوا عن التصويت، نعم. ما هي مطالبهم؟ في اعتقادي انه ليس هناك بالمناسبه ليس هناك يعني كثير مقاطعين الانتخابات باش نكونوا واضحين هناك 30 30 حزب مشارك في الانتخابات المقاطعين هما اثنان هما جماعه العدل الاحسان والنهج الديمقراطي هؤلاء يعني عندهم مواقف متباينه النهج الديمقراطي هذه ينتمي للمغرب ينتمي الى اليسار المتطرف جماعه الاحسان دائما هي تقاطع الانتخابات عبر في سياستها هكذا تقاطع الانتخابات بالتالي هذا يعني عندما لا نصور أن مقاطعة الانتخابات أنها يعني من طرف الأغلبية وإنما نعم. هو استثناء هذا المقاطعة نعم وليس أصل يعني نعم. هذا اللي... أستاذ حميد بعد حركة 20 فبراير هل تسير المغرب الآن في الاتجاه الصحيح بهذه الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم شكر الله لكم حسن اهتمامكم ببلدنا المغرب و إيصال الرأي الشعب المغربي للرأي العام الاقليمي والدولي وهذه فرصة لتوضيح مجموعة من الأمور التي لا تسنح الفرصة داخل البلد فيما يخص الانتخابات المحليات والجهويات رغم ما يقال عنها في بعض وسائل الاعلام أو من خلال بعض المنابر الحزبية فهي لا تكرس الواقع الحقيقي للشعب المغربي وبالخصوص إذا تحدثنا عن الواقع المغربي الحمد لله ننعم بالاطمئنان والاستقرار لكن هذه نتيجه لجهود ووعي الشعب المغربي قبل ان تكون لطرف اخر. إذا تحدثنا على الأطراف الأخرى فهناك النظام أو هناك الأحزاب. الأحزاب لا تؤثر الشعب المغربي إلا في مراحل جد محدودة. هناك استثناءات لكن هذا هو الواقع لخمس سنوات إلى ست سنوات كما يحلو لمن يشرف على العملية الانتخابية. الشعب المغربي قام بفرض واقع ما كان ينتظره النظام المغربي بعد الحراك الشعبي في 20 فبراير والحراك المغربي يستمر لحد الان نسبه المقاطعه ليس هناك فقط من من طرفين من من اعلن في بيان عن المقاطعه المقاطعه كانها اصبح جزء مؤصل في الممارسه السياسيه للشعب المغربي منذ الستينات الى الان بحكم تكرار فشل التجارب الحزبيه، فالآن كما نحصل على معطيات أن النسبة وصلت إلى 25% فقط نسبة المشاركين، و ثلاث أرباع من من المئة كلها مقاطعة للعملية الانتخابية، هذه المقاطعة الآن بعد حراك 20 فبراير كانت مبنية على وعي سياسي. هذا نعم. هو هذا هو الفرق. ما قبل 20 فبراير وبعد 20 فبراير. 20 فبراير كانت فرصه لخروج الشعب المغربي وايضاح مجموعه من النقاط ما كانت تسنح الفرصه قبل نعم. ذلك. نعم. اعود الى ضيفي دكتور عمر، لو تحدثنا عن حزب الاصاله والمعاصره، ما سبب فوزه بالبلديات على الرغم من انه حزب ناشئ؟ نعم. لو تحدثنا عن حزب الأصالة والمعاصرة نعم. هو فاز بانتخابات البلديات على الرغم من أن من أنه حزب ناشئ تأسس في 2008 نعم. ما, ما هي أسباب فوزه بهذه الانتخابات؟ نعم نعم أه في الحقيقة أنا في مداخلتي الأولى حاولت أن أتكلم بلغة الأرقام فقلت بأن نسبة 53% هي نسبة غير صحيحة من يريد الا يحتسب المغاربه المقاطعين للعمليه الانتخابيه هو بالدرجه الاولى ينزع عنهم صفه المواطنه الكتله الناخبه في المغرب 26 مليون وعدد المصوتين 7 مليون و800 الف بمعنى نسبه المشاركه بطريقه علميه هي 29% من يريد ان يروج ل 53% يمكن يعني ان يرجع للارقام الرسمية من يريد الرسمية؟ ان يروج؟ يعني عندما عندما تقول دكتور عندما تقول ان من يريد ان يروج؟ من الذي يريد ان يروج؟ هذه ارقام رسميه نتحدث عنها وزاره الداخليه والحكومه ما هي مصلحتها؟ لا هي ارقام رسميه ولكنها غير صحيحه مصلحتها لان الرهان الاول لهذه الانتخابات كان هو الا تقل نسبه المشاركه عن 52% التي سجلت في 2009 وان يظهر للمواطن المغربي وللعالم بان هناك تقدم في عدد المشاركين وبالتالي لا يمكن للدوله ان تعطي رقما حقيقيا هو 29% لان في هذا ستنسف كل مسلسل الاصلاحات ما بعد 2011 لانه لم يكن ذا جاذبيه للمواطن المغربي هذه المساله الاولى حين نتحدث عن النموذج المغربي. النموذج المغربي سببه هو نضج المواطن المغربي ونضج الحراك الشعبي في 2011 الذي لم يطور الحراك لما نراه في دول عربيه اخرى. فوز الاصاله والمعاصره انا اعتبره بانه فوز عادي جدا. بالنظر الى ان الحكومه التي كانت مشرفه سياسيا لم تقم بدورها لتخلق العمليه الانتخابيه فبالتالي سمعنا عن استعمال للمال واستعمال للنفوذ واستعمال للبلطجه واستعمال لكل وسائل التاثير لان الحكومه المشرفه سياسيا لم تحرر إرادة الناخب ولكن على العموم من أهم الرهانات التي كانت هو أن حزب العدالة والتنمية أن يفوز بهذه الانتخابات وبالتالي لم يفوز وفازت الأصالة والمعاصرة بمعنى أن حزب العدالة والتنمية أولا خسر هذا الرهان لكي يبين بأن الأول الأمر الثاني هو حزب العدالة والتنمية قاد هذه الانتخابات بطعم الاستفتاء وما معنى بطعم الاستفتاء؟ لأنه رهن حصوله على التقدم في هذه الانتخابات برضا المواطنين نعم عن أداء الحكومة ونحن الآن أمام نتيجة رسمية تقول بأن أحزاب المعارضة هي الأولى أحزاب المعارضة الأربعة حصلت على 15,906 ديال الأصوات أحزاب الحكومة حصلت على 14,202 صوت بفارق أكثر من ألف صوت صوت نعم. هذا الرهان الأول الرهان الثاني هو أن الحكومة كانت دائما تتحدث على أن حزب الأصالة والمعاصرة حزب مافيوزي وينبغي أن يحل وهو نخبة من الأعيان وحين تشرف الحكومة على هذه الانتخابات وحين تفوز فيها الأصالة والمعاصرة نعم وحين لا لكن يعني لنعود إلى أعطت الشرعية لنعود الى يعني قل آه النقطه المهمه في السؤال هنا النقطه أ... دكتور عمر محاربه الفساد النقطه المهمه لم تنجح في السؤال هنا هو لماذا تقول بان الاصاله والمعاصره حزب فاسد نعم. ولكنه حقق الرتبه الاولى نعم لكن ما هي كنت أم... اسال صحيح. انا الحصار الحصار دكتورة سمعت... كنت دكتور عمر لو سمحت كنت انا اسال عن الادوات كنت اسال عن الادوات لو التنميه خسر وحصل على المرتبه الثالثه ولكن بطعم الانتصار ان يفوز العداله والتنميه بالاغلبيه، هل تسمعني؟ دكتور ألو. عمر هل تسمعني؟ كنت اسال انا كنت اسال أن... عن الادوات التي انا مكنت... اذا اكمل نعم. نعم نعم انا كنت اتحدث في صلب السؤال ب... باختصار لو سمحت نعم. عن الادوات التي مكنت حزب الاصاله والمعاصره من الفوز نعم. في الانتخابات البلديه الاصاله والمعاصره ماكينه انتخابيه استطاع ان يستقطب الاعيان استطاع ان يستعمل وسائل الدعايه لي، لي، ليكون مؤثرا في العالم القروي وخارج المدن العداله والتنميه لم يكن جديدا ان يكون هو الاول في المدن كما قال بعض زمان. في انتخابات 2009 كان العداله والتنميه هو الحزب المتقدم في المدن ولكن لكي نكون عوتاني علميين اكثر العداله والتنميه حصل على المرتبة الأولى في المدن بنسبة مشاركة لا تتجاوز 30% طبعا انتقل في انتقل منك دكتور عمر دعني انتقل منك معنا ضيفنا يعني. هو من حزب العداله والتنميه دعني انتقل الى الدكتور سعد الدين سعد دكتور سعد الدين بالنسبه لتصدر العداله والتنميه الانتخابات الجهويه التي تقام المرة الاولى في المغرب ايضا السؤال ذاته ما هي الادوات التي مكنته من الفوز في الانتخابات الجهويه؟ هو القضيه واضحه جدا. لا ليس فيها كثره، يجب ان لا نقلب الحقائق. حزب الاصاله والمعاصره فاز في البوادي البعيده حيث استعمال المال مؤثر، حيث السلطه مؤثره والاداره مؤثره على المواطن وعلى المرشح. معروف هذا بينما حزب العداله والتنميه حيث الوعي موجود حيث النزاهه منسوبها صاعد حيث هناك امكانيه مراقبه عمليات الانتخابات كلها من البدايه الى النهايه حيث يمكن لحزب العداله والتنميه والاحزاب السياسيه اخرى ان تغطي كل مكاتب التصويت لتراقب العمليه فاز حزب العداله والتنميه وليس فوزه هذه المره مثل فوزه في 2009 لأن اليوم فاز بأغلبية مطلقة في الدار البيضاء، مدينة كبيرة، ستة ملايين نسمة، بأغلبية مطرقة في طنجة وفي أكادير وفي مر في وفي الرباط، وفي العديد من المدن. لا، ليس مثل الفوز السابق، يجب أن لا نقلب الحقائق. والدليل على أن حزب التنمية هو الفائز الأول. هو أنه في الإنتخابات الجهوية، لأن منطقها مغاير للإنتخابات المحلية، كان حزب العمل التنمية هو الأول. لكن الاهم ليس هو هذا، حزب العداله والتنميه فاز اولا او ثانيا، ليس هذا هو المهم، المهم اليوم ان هناك وعي لدى المواطن المغربي اكثر ولذلك هناك استعمال للمال لكن لم يؤثر في اغلب البلديات واغلب وخصوصا في الحواضر هناك محاوله ترهيب المواطنين في بعض المناطق ولكن هذا لم يؤثر وفاز حزب العدالة والتنمية على نعم. الرغم من كل هذه التي أن يضعوا أمامه ما هي دلالات فوز العدالة والتنمية في المدن نعم. وعدم تقدمه في القرى مثلا؟ لا تحدث عن هذا هذا دليل على أنه الانتخابات المغربية تتحسن أكثر أدواتها وآلياتها ومراقبتها تتحسن مع مرور الوقت لأن فوز حزب العلاوة التنمية لم يكن لدى لوبيات عديدة مرغوبا فيه ولكن الحمد لله تم لأن الانتخابات المغربية تحسنت هذا ربح للمغرب انتصار للمغرب ودليل على أن الإصلاحات تتحرك لم يقل أحد أن المغرب سيحقق إصلاحات مرة واحدة إصلاحات المغرب بدأت منذ 20 أو 25 سنة تتحرك ببطء نعم ولكن تتحرك إلى الأمام وكثير من الأوراش الموجودة اليوم هو بدأت قبل طيب حراك 20 فبراير سنة 2011 صحيح هذا الحراك عنده دور مهم في الإصلاحات السياسية وفي إخراج الدستور الجديد لا ينكر أحد ولكن أغلب هذه الإصلاحات بدأت قبل بدأت قبل إما تعطرت وإما تباطأت وإما كان الإعداد لها لا يزال في بدايته واليوم الإصلاحات تسير بوتيرة أكبر لكن لا يزال أمامنا يعني مجال طويل للاصلاحات لكن كيف هناك هي اذا كيف, كيف جداً هناك مجال طويل خمس او ست سنوات كيف يتحضر الان حزب العداله والتنميه للمرحله المقبله بناء على النتائج هذه؟ هناك نقطه مهمه مرتبطه بهذه حزب العداله والتنميه كان يسير من قبل خمسين جماعه بين جماعات بلديه وجماعات قروية خمسين وفي كل الخمسين عاد حزب العدالة والتنمية أقوى مما كان من قبل أي أن تدبيره لتلك المدن كان جيدا من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث جودة الحياة من حيث تنظيم المدن من حيث الطرق من حيث البنيات من حيث الخدمات الاجتماعية واكتسب أعضاء الحزب اليوم دربة على أن يخدموا المواطنين أكثر هذه الانتخابات نحن هدفنا أن نخدم أكثر المواطنين فقط بما فيهم المقاطعين لان عندما نشتغل لتحسين خدمه لا تصل حتى المقاطع فهو ليقاطع ولا حرج اليوم نحن سنسير مئات البلديات يعني اكثر من هذا الرقم بكثير معنى ذلك سنطور هذه الدربه وسننقل هذه الخبره الى هذه البلديات الجديده وخصوصا المدن الكبرى التي سيسيرها او يساهم في تسييرها حسب عداله والتنميه نعم، أستاذ عاطف انتهت الانتخابات الآن نحن مقبلين على الانتخابات البرلمانية. كيف يمكن أن تؤثر هذه الانتخابات الحالية على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ لا شك أن لها يعني تأثير مباشر على الانتخابات القادمة البرلمانية على اعتبار أن الحكومة يعني قيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة كانت عندما تتكلم في في مهرجاناتها وفي خطاباتها دائما كانت تأتي بلغة الأرقام. ولغه الانجازات التي قامت بها هذه الحكومه أه نخص بالذكر عبد الاله بن كيران رئيس حزب التنميه رئيس الحكومه الذي كان يجوب المغرب طولا وعرضا وكان يتكلم مع الناس بلغه الارقام يعني نتكلم على لغه الارقام نتكلم على المقاصد نتكلم على التغطيه الصحيه للطلبه نتكلم على 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 الدعم الارامل صندوق الارامل نتكلم ايضا على مجموعه من إنجازات هذه الحكومه لا شك ان بن كيران كان ومعه قياده الاحزاب الاخرى في الائتلاف المشارك في الحكومه كان هذا هو خطابهم للجمهور المغربي وللراي العام المغربي ها هي حصيلتنا ها نحن ماذا قدمنا فبالتالي هو كان استفتاء للشعب لهؤلاء فاعتقد انه انتخابات البرلمانيه الان في السنه القادمه ستكون انتخابات مصيريه ولا شك ان حزب العداله والتنمية اعتقادي هو اكبر فائز في هذه الانتخابات البلديه سيكون له ايضا باع قوي في الانتخابات القادمه انتخابات اقصد انتخابات البرلمان القادمه وسيكون ايضا تعرفين انه في حزب العداله والتنميه له خصومه يعني منذ تاسس حزب اصاله المعاصره في المغرب له خصومه تاريخيه مع هذا ال الاعتبار من المعطيات لا شك ان الوطيس سيكون حامي في اعداد هذه الانتخابات النتائج ت... هذه في هذه الانتخابات كانت نعم. نوعا ما متقاربه هل ممكن ان نشهد اي مفاجات في الانتخابات التشريعيه في اعتقادي المفاجات ستكون في اعتقادي الشخصي وانه نظرا للنسبه التي حصل عليها حسب عدد التنميه، حسب عدد التنميه حصل هو على المرتبه الثالثه لكن من لغه الارقام انه جاء في المرتبه الاولى يعني اذا تكلمنا على اكتساح مجموعه من المدن الكبرى طبعاً الحال الحزب العصر المعاصر حزب هو فاز في البوادي والحزب عدد التنميه انتقل من المرتبه السادسه الى المرتبه الثالثه وحصل على مليون ونصف ناخب في حين ان حزب المعاصره حصل على مليون و, و... و... 300 الف ناخب معنى أنه اذا تكلم من لغه الارقام فحزب على التنميه سيكون له هو الكلمه الفصل في الانتخابات في القادمه ولا شك انه في اعتقادي انه لن يخرج على هذا الاطار سيكون التحق... سيكون المنافسه في الانتخابات القادمه يقودها ثلاث احزاب وحزب عدو التنميه وحزب الاصرار المعاصره وحزب الاستقلال لا لا لابد ان نعرف ايضا ان حزب عدو والتنميه يعني فاز بقلاع كانت يعني قلاع المعارضه مثل مدينه فاز التي فاز فيها حزب عدو والتنميه باكتساح يعني يعني الحزب الاستقلال كان من منذ التسعينات يعني يسير هذه المدينه نتكلم على مدينه اكادير التي كان يسيرها الحزب الاتحاد الشراكي منذ منذ السبعينات بمعنى ان هناك في اعتقادي هذا الانتصار طبعا لم ياتي من فراغ وهذا هو القوه القوه الحزب العداله والتنميه هو انه نتج خطابا جديد خطاب للشعب وخطاب ليس للطبقه الفقيره طبعاً الحال هو يركز على الطبقه الفقيره والطبقه المستضعفه والطبقه في الهواء الطبقه الهوامش لكنه ايضا في هذه الانتخابات صوتت عليه الطبقه المتوسطه بشكل كبير وايضا الطبقه الطبقه الثريه ايضا صوتت على حزب التنميه هنا هنا احيلك على على ان حزب التنميه فاز في مدينه في مدينه فاز في مقاطعه انفا هذه من منطقه معروفه بان منطقه الأترياء نتكلم على مقاطعه اكدال في الرباط ايضا نتكلم على منطقه نعم. مقاطعه قليز في مراكش هذو المناطق معروفه في المغرب والمغاربه يعرفون هذه انها مناطق يسكنها الأتريات مع انه اصبح حزب على التنميه لم يصبح فقط لفئه معينه اصبح هو نموذج للشعب في اعتقادي انه الحزب على التنميه او في الانتخابات القادمه ان شاء الله لن يخرج الصراع على هات الثلاث احزاب التي ذكرت وسيكون انتشار ان شاء الله لهذا الحزب في اعتقادي، على اعتبار ان مجموعه من المبررات منها التسويق السياسي الذي اصبح يقوم به الان الحزب التنميه في خطاباته في نعم. برامجه نعم استاذ حميد بعد هذه الانتخابات ما هو المغرب ما هو بحاجه لان يفعله الان في مسار الاصلاحات؟ المسار مسار الاصلاحات كما شعر الاساتذه الفضلاء سابقا انه انطلق منذ تجارب قبل ان يكون العداله والتنميه او الائتلاف الحكومي الحالي مع تجارب سابقه لان المغرب كما هو معروف في التشكيله الحزبيه هناك ثلاث اقسام يعني احزاب تاريخيه واحزاب اصلاحيه منها العداله والتنميه وكذلك هناك هذا الاحزاب الاداريه او ما ممكن ان يكون اكبر ممثل لها هو حزب الاصاله والمعاصره الاصلاحات ان استمرت بمنطق الحزب فقط فلن يلمس المواطن اصلاحات حقيقيه لماذا لان الممارسه السياسيه في المغرب ليس فقط من طرف الاحزاب حتى من لم ليس من ليس له حزب يمارس السياسه عن وعي في فئات الطلبه في فئات رجال الاعمال في وسط عامة الشعب هناك ممارسة سياسية ستواكب هذه الإصلاحات التي يبدو لها الشعب المغربي الغالي والنفيس أول بدل وهو الحفاظ على السلمية على أن لا ينجر إلى ممارسة العنف في مواجهة الاستبداد الحاصل على الشعب المغربي فلهذا إن لم يكن هناك تغيير حقيقي جذري على المنظومة عامة سياسيا أولا لأن إن غابت الإراده السياسيه فلن يحصل هناك أي إصلاحات أخرى اقتصاديه أو اجتماعيه أو خدماتيه في المجالات المحليه أو الجهويه. الشعارات التي رفعت في دستور 2011 شعارات كبيره يعني أن تعطي تفاؤل كبير للمواطن لكن هناك تحديات أكبر. التحديات أين تتجلى؟ ال 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 الوضع المغربي في, ال في هذا المجال السياسي لحد الان يتم التحكم فيه من اطراف ليس لها المصلحه او ليس لها مصلحه كبرى في تحسين وضع المواطن العادي على المستوى التعليمي، على المستوى الصحي، على المستوى الخدمات يعني نعم. عامه. اذا غابت هذه المعطيات الثلاث المستوى الثالث يعني التنميه البشريه او ما يتم الترويج له في الاعلام ليس هناك اي تحسن اذا غابت اراده سياسيه، وهذه الاراده ان لم تبنى على ميثاق يجمع بكل مكونات المجتمع المغربي من ينتخب نختلف او نتوافق على نسبه المشاركه او من يقاطع لا. من يقاطع الدكتور العثماني اشار انه سيحصل على خدماته وكذلك هذا حق مواطن لانه هو صاحب دفع الضرائب ليس هناك من من اي طرف ان يقدم خدمات للمواطن المغربي لانه هو ابن البلد وهو دافع الضرائب نعم اتوجه مجددا للدكتور سعد الدين دكتور سعد الان نظام اللامركزي جديد في المغرب هل الاحزاب السياسيه في المغرب مستعده لتطبيق هذا النظام لا شك لا شك ان النظام سيطبق وفق مقتضيات الدستور ومقتضيات القوانين أه هو تقدم بالمقارنه مع النموذج الموجود سابقا لاول مره ستكون عندنا جهات ذات أه صلاحيات واسعه فيما يخص التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في الجهه وايضا جهات ذات امكانيات كبيره بالمقارنه مع النظام الاداري السابق وايضا مجالس جهات انتخبها المواطنون اليوم بالاقتراع العام المباشر وهذا لم يكن من قبل ورئيس جهة سيصبح هو الآمر بالصرف وسيصبح عنده أيضا صلاحيات كبيرة إذن هي شكل ستتحول الجهة إلى شكل حكومة صغيرة في الجهة مستقبلا على كل حال النخب التي سيرت الجماعة المحلية من قبل خصوصا مثل مدينة الدار البيضاء ومدينة مراكش التي هي ربما في تسييرها أعقد من الجهات مدن الكبرى في المغرب تسييرها أعقد من الجهات بكثير فلا أظن أنها ستعجز عن تسيير الجهات في المستقبل حق صحيح هذا مرتبط بنوع النخب السياسية التي ستتولاها وهذا نعم. هو جوهر الصراع بين الأحزاب السياسية نعم دكتور عمر في الدقائق الاخيره هل يمكن ان تغري تجربه المغرب طبعا في حال نجاحها ان تحزو بلدان المنطقه العربيه حزو المغرب وذلك بالانتقال السلمي عن طريق الاصلاحات دون اللجوء للعنف والانحدار في هذا المجال؟ بطبيعه الحال ليس هناك من من حل الا الاصلاحات بالتدرج وبالسلميه وفي هذا المجال على الكل ان يقتدي بالتجارب الديمقراطيه الناجحه ليس فقط التجربه المغربيه او هذا لان الان حتى نقول بان التجربه المغربيه ناجحه لنرجع لنقول بانه منذ 1960 الى الان تم تنظيم 30 استحقاق انتخابي وإذا كان لحد الآن ما زلنا نعترف بدور للمال وللإدارة وللسلطة بمعنى أننا في المغرب لا يمكن أن نسوق نموذجا بهذا الشكل لأن النموذج الذي ينبغي أن نسوقه هو النموذج الذي نكون فيه قد هيأنا ترسانة قانونية ومؤسساتية تحمي إرادة الناخب. نعم. ثم إذا أردنا أن نقدم مساهمة للدول المجاورة ينبغي أن نقول بأن ها هو الشعب أصبحت هذه العملية جدابة كيف نقدم هذا النموذج وثلثي المغاربة يقاطعون هذه العملية من الصعب جدا لأن عندنا في المغرب هناك أغلبية صامتة وهذه الأغلبية الصامتة لم تتح لها الفرصة لكي تؤطر لان اهم امر يلازم العمليه الانتخابيه هو تكافؤ الفرص بين من يدعو الى المشاركه وبين من يدعو الى المقاطعه وهذا لم يكن. الامر الاخر اذا اردنا ان نسوق هذه التجربه ينبغي ان نبين بان الديمقراطيه ينبغي ان تكون باحزاب قويه وبتعدديه سياسيه حقيقيه الان على قوه حزب العداله والتنميه وهو فعلا هو الحزب الاقوى في المغرب المشارك في الانتخابات ويفوق ويفوت غيره بشكل كبير ولكنه حزب أقلية لأنه لا يحصل إلا على مليون ونصف مليون من سبعة ملايين مصوت ومن ستة وعشرين مليون له حق في التصويت الأصلة والمعاصرة عنده مليون وثلاثمية فقط ألف فقط بمعنى أن النظام الانتخابي في المغرب ينبغي أن يصحح لكي يفرز اغلبية منسجمة وقوية نعم. ومتماسكة نعم. ويفرز دكتور معارضة قوية ومتماسكة لكي تكون العملية الانتخابية عملية تنافسية وذات مصداقية نعم نعم اشكر لك مداخلتك دكتور يمكن ان نسوق التجربة المغربيه نعم. نعم في الدقيقه الاخيره اعطي فرصه لضيفي ضيوفي في الاستوديو استاذ عاطف اذا ماذا كسب المغرب من هذه الانتخابات باختصار لو سمحت في اعتقادي اننا كسبنا نموذج متميز في المغرب طبعا الحال المغرب لن نقارنه بالدول الاوروبيه مثل بريطانيا كنموذج متميز او اسبانيا كنموذج ديمقراطي باعتبار انهم ملكيات لكننا نقارنه في اطار دول العالم الثالث او الدول الصاعده اذا قارنا المغرب بهذا الشكل سنكون يعني قد ضربنا على الصواب نعم. لكن اي يعني. اي حكومه ممكن ان تنجح في هذه المنطقه التي تغزوها الازمات الان نعم. المقارنه يجب ان تكون دائما بالافضل الذي هو افضل حال بكثير اليس نعم اتفق معك لكن نحن ايضا دول نتمنى دول صاعده هذا يعني الدول الاوروبيه عندما وصلت لهذا المستوى هي خذت مجموعه من المعارك يعني عبر التاريخ فرنسا في الثوره الفرنسيه 200 سنه نعم يعني الان المغرب يمشي اهم شيء في المغرب وفي الحقيقه هذا هو ان المغرب يمشي عن بي بي بتراكم وباستمرار لا. نحو الديمقراطيه ونحو ديمقراطية البلاد ونحو في اطار الاستقرار، الاصلاح في اطار الاستقرار كما 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 يقال نعم. فهذا هو النموذج في اعتقادي المتميز وأننا نحن لنا خصوصية خاصة في المغرب خصوصية يمتاز بها المغرب نعم. هذه الخصوصية نمشي فيها نحن كمغارب ونحن مقتنعين الحمد لله بهذه النموذج شكرا إذا هل نجحت المغرب؟ نجح لحد الآن لأنه نسمع لحد الآن أن المغرب بلد في طريق النمو ونتساءل هل طريق النمو طريق طويلة؟ أم أم هناك شيء آخر هناك نعم. عطف في هذا الس... نعم إذا في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا أتقدم بالشكر لضيوفنا في الاستوديو كان معي كل من حميد فزاقة الناشط والباحث الحقوقي والأستاذ عاطف زهير الباحث والمحلل السياسي كما انضم إلينا من الرباط الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي ومن الدار البيضاء الدكتور عمر أحرشان مدير المركز المغربي لتحليل السياسات نشكر ضيوفنا مجددا كما أشكر لكم حسن المتابعة مني سلوى كتا أجمل التحيات ودمتم بأمان الله